مرحبا، معكم مستر في. بحلقة اليوم راح نتعلم الأوامر المستخدمة في الأوتوكاد. أول أمر عندنا أمر لاين. نفتح ملف الأوتوكاد، بنيجي على نيو، بنيجي على هوم، بنيجي على دراو. عندنا أمر لاين نختاره، بنختار أول نقطة، نختار النقطة الثانية اللي هو أنت بتحدد المسافة، مثلا بدنا إياها 10 متر. نعمل اسكيب حتى إنه ننهي الأمر اللي إحنا استخدمناه. نشغل الأورثو مود الموجودة هون، أو بنكبس F8 على الكيبورد، نختار أمر لاين، بإمكاننا نرسم بخط مستقيم هيك بنكون، مثلا بدنا إياه 10 متر برضو. اختصار لاين اللي هو L سبيس أو L انتر.